قناتكم الكريمة وقنوات أخرى أن من أصعب الملفات التي ستواجه حكومة السيد السوداني هي مسألة ارتفاع صرف الدولار. وحقيقة يعني حذرت الحكومة باتخاذ خطوات مهمة جدية يعني للحفاظ أولا على سعر الصرف، ومن ثم المحاولة بطرق قانونية اقتصادية حديثة إعادة صرف سعر الدولار إلى ما كان عليه تدريجيا لتخفيف عن كاهل المواطن. حقيقة ما تكلم به رئيس الوزراء المحترم هي التفاتة دقيقة ومهمة، قال نحن لم نرفع سعر صرف الدولار بقرار حكومة، وإنما هنالك عوامل قد تسببت بارتفاع صرف الدولار. وبتقديري الشخصي أن الحكومة تعمل جاهدا بشكل دقيق وبشكل واضح لكبح جماح ارتفاع صرف الدولار، لأن ارتفاع صرف سعر الدولار سيعرض الحكومة حقيقة إلى ضغط كبير من قبل الشارع العراقي، وهذا ما نخشاه حقيقة. لذا بتقديري أن رسائل السوداني واضحة وصريحة وقوية، وحذر بشكل كبير للمتلاعبين بسعر صرف الدولار، أيضا للمتلاعبين بارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي أخذ يتصاعد بشكل ملفت للانتباه وبشكل مصدر قلق حقيقة للمواطن العراقي. بتقديري أن الآليات التي ستتخذ من قبل الحكومة ستكون جريئة جدا، لأن يعني مسألة صرف الدولار كما قلت من أكبر وأخطر الملفات التي ستعاني منها هذه الحكومة. الخطوات التي اتخذت على حقيقة تحتاج إلى عزم وإلى حزم أقوى من هذا حتى لا يستغل التجار الأزمات هذه الأزمة.